جدل على جدل، هذا هو حال المشهد الأمريكي اليوم. فمع الجدل الذي يثيره رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس المنتخب جو بايدن، ها هو يصدر قرارا جديدا يثير جدلا جديدا. فقد أصدر ترامب قرارات عفو عن 15 شخصا، بينهم شخصان مرتبطان بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 التي جاءت به إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى أفراد متورطين في فضيحة شركة الأمن الخاصة بلاك ووتر في العراق. القرار أثار علامات استفهام، خاصة وأنها الأسابيع الأخيرة لإدارة ترامب. موجة عفو قبل عيد الميلاد، الرئيس ترامب وقع قرارات بالعفو على 15 شخصا، بعضهم أدين بتهمة الكذب على محققي المستشار الخاص روبرت مولر بشأن اتصالات روسية مع مسؤولين كثيرين في حملة ترامب الانتخابية. بالنسبة للرئيس ترامب فإن قرارات العفو تخدم أمريكا، لكنها في الواقع خطيرة جدا. نعلم أن ترامب بدأ قرارات العفو بشكل محدود، والمسألة بدأت تأخذ حجما فاضحا. إضافة للمساعد السابق في حملة ترامب جورج بابادوبولوس، تشمل القائمة أمريكيين عملوا في شركة بلاك ووتر الأمنية وأدينوا بقتل مدنيين عراقيين عمدا عام 2007. هناك آلاف السجناء مدانون بجرائم كثيرة وربما ينبغي العفو عنهم. الرئيس السابق أوباما فعل ذلك، لكن الرئيس ترامب يستخدم هذا الحق ليس لمن يستحق وإنما لأسباب تتعلق به شخصيا. قرارات العفو تشمل أيضا ثلاثة نواب جمهوريين سابقين، وقد دافع البيت الأبيض عن هذه الخطوة بدعوى أنها تساعد في تصحيح خطأ النظام القضائي الذي أوقعه الديمقراطيون وفريق مولر على الكثير من الناس. قرارات العفو هذه ليست مفاجأة، وربما المزيد منها قادم في الأيام المقبلة قبل أن يغادر الرئيس ترامب البيت الأبيض في 20 يناير. جو تابت، سكاي نيوز عربية، واشنطن. ومعنا الآن من واشنطن مراسلنا أنس الصبار. أنس، مساء الخير. كما قال جو في التقرير، القرارات ليست مفاجئة. الشيء اللافت هو أن الرئيس ترامب لا يعترف بأنه هزم في هذه الانتخابات، ومع ذلك يتصرف على أنه رئيس مغادر. كيف نفهم هذه المسألة؟ يمكن أيضا فهمها مهند في سياق آخر. موظفو البيت الأبيض الذي نقف أمامه وصلتهم رسائل متباينة بشأن مغادرة أو البقاء في البيت الأبيض، وهذا يندرج أيضا في ذات السياق الذي تتحدث عنه، إذ أن العفو هو من سمات رؤساء سيغادرون البيت الأبيض، وعادة يجري هذا الأمر قبل وأثناء عطلة عيد الميلاد. الرئيس دونالد ترامب يبدو يحاول قدر الإمكان مسح فصل كبير خلال رئاسته يتعلق بالتحقيق في تورط روسيا في التدخل في الانتخابات الرئاسية، ولذلك عفى عن جورج بابادوبولوس وآخرين، ويقال بأنه حتى 20 يناير سيعفو عن كثيرين أيضا. في الولايات المتحدة ردود الفعل كانت متباينة، الجمهوريون يقولون أنه من حق الرئيس، وإن كثيرين ممن عفى عنهم كانوا أسماؤهم وصلت إلى الرئيس ترامب بتوصيات من إما أعضاء في الكونغرس أو أصدقاء الرئيس دونالد ترامب في الولايات، وفي أحد الحالات عبر توصية من وسائل الإعلام لصحفي في شبكة فوكس نيوز. وبالتالي فإن الرئيس دونالد ترامب يحاول قدر الإمكان إرضاء جماهيره والاستماع لهم والتصرف كما قلت على أنه مغادر عندما يتعلق الأمر بالعفو. لافت مسألة الإفراج عن أو العفو عن جورج بابادوبولوس، هو أيضا شخصية كان مستشار للرئيس ترامب واعترف بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي. هذا الشخص الثاني الذي يعني كان مدان بنفس التهمة، مايكل فلين مستشار الأمن القومي أيضا الذي عفى عنه الرئيس كذب على الاف بي اي. دعني انتقل الى الشق الثاني المتعلق بمساله العفو فيما يخص عناصر البلاك ووتر الذين كان منهم محكومين مدى الحياه بسبب مجزره ارتكبوها في العراق عام 2007. كيف هي ردود الفعل حول هذا الموضوع انس؟
بالفعل الأمريكيون أو على الأقل الخبراء القانونيون يفسرون ما حدث في ساحة النسور في بغداد آنذاك بأنه جريمة ارتكبت هناك، لكن حينها تمت إدانة هؤلاء الأربعة وفق القانون الأمريكي، يقول بعضهم إن العراقيين لم يقدموا تهما ولم يتحدثوا عن هذه الجريمة قانونيا على الأقل، وبالتالي فإن الأمريكيين من حقهم ومن حق الرئيس دونالد ترامب قانونا وفق ما يقولون أن يعفو عنهم، عن هؤلاء الأربعة. الرئيس دونالد ترامب ساق أدلة وقال إنهم خدموا الولايات المتحدة وإن ما حدث كان جزءا من عملية عسكرية، وهو ذات المبرر الذي استخدمه للعفو عن اثنين آخرين قتلا أشخاصا كانوا يهربون يقال إنها كانت مخدرات عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وبالتالي فإنه استخدم حجة بأن هؤلاء خدموا الولايات المتحدة. الاتهام كان من طرف الولايات المتحدة، وبالتالي من حقه أن يعفو عنهم كما فعل في الحالات الأخرى. لكن مؤسسات حقوق الإنسان ومنذ تلك الحادثة وهي لم تنسى بأن هذا الحادث كان جريمة وأن هناك من ارتكبوا هذه الجريمة ويجب وتجب محاسبتهم، لكن يبدو أن صلاحيات الرئيس دونالد ترامب تسمح له بأن يفعل ذلك. والعراق اليوم عبر عن الأسف لمثل هذا القرار لأنه سقط في هذه المجزرة أكثر من 14 شخص. شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من واشنطن.